السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز، رجعت لكم بالحلقه الثالثه من لعبه مارفل سبايدر مان 2. لا تقول نبدا، اضغطوا زر لايك وسبسكرايب وشكرا يا جماعه الخير، الله يعطيكم العافيه. شكرا على الدعم الجميل، على التعليقات الجميله، من كل قلبي شكرا. اتمنى توصلون دعمكم وخلونا نكمل. بسم الله نكمل يا جماعه الخير، خلونا نكمل. والله جدا مستمتع باللعبه، قاعد تسوي كل شيء يا اخوان، كل شيء قاعد تسوي، مهمات جانبيه، مهمات رئيسيه، عشان اللعبه صراحه كلها جدا جدا جميله. فخلونا نكمل يا جماعه الخير. بس قبل ما نكمل، عندنا اشياء كثير نبغى نسويها. والله المنيو صراحه احييهم، المنيو جدا نظيف صراحه، كل شيء واضح ما شاء الله. خلونا يا جماعه نرجع عند البدلات، خلونا نجي عند البدلات. والله نفسي افتح البدله الكلاسيكيه دي، مره حلوه والله. خلونا نفتحها يا جماعه الخير. حلو حلو، فتحنا البدله الكلاسيكيه. انا ابغى نغير الوان وكذا. هاي يا جماعه الخير، ابغى نغير الوان حقت البدله الكلاسيكيه. والله الازرق جدا جميل. ايوه جيبها الكلاسيكيه، مستحيل تغلط معاها. والله الاسود حلو صراحه، والازرق ذا كمان، واللي على اسود ذا كمان. لا خلونا نخليها كذا، اعرف كيف، بس زي كذا. خلونا نجي عند مالس يا جماعه الخير، وخلونا نفتح له البدله دي. مره شكلها شياكة صراحه، والله بدات هي كلها صراحه مره جميله. اوه ما دكت تخلي زي بيتر بالضبط. شو شايفين هنا تقريبا يعني زي بدله بيتر. والله هذه اللي اسود بسود شياكه صراحه، حتى هذه والله بدله كني شايفها قبل كذا بلعبه بلعب سبايدر مان. خلونا نخليه كذا، والله مره مطقمين تمام. ها بيتر ومالس. خلونا نجي يا جماعه تقر عند الادوات، عند الادوات. اوكي يسمح الدفع الاقوى للمغذوفات برفع الاعداء المتوحشين. اوكي شيء جميل. نبدأ نضيف شيء كمان، يزيد لحد اقصى عدد الضربات بمقدار 4. والله كان نفسي هنا يا جماعه الخير الضرر كان نفسي يزيد، بس ايش وقيل من قطع التقنيه. اجل راح اوفرها، راح اوفرها، عارف كيف. خلينا نجي عند المهارات. شفت مهارة هنا مرة عجبتني، شو المهارة دي؟ هذه مهارة مالس. لا شفت مهارة هنا والله مرة عجبتني، اللي هي ذي يا جماعة الخير. شوف كيف تعلق على ار2 لتنفيذ مناورة حلقية فائقة الحيوية وانتاج زيادة في السرعة. خلينا نجيبها. احنا مستوى 9 دحين زي ما انتم شايفين. فخلونا نكمل. والله مرة جميلة البدلة ذي الكلاسيكية يعني. فدحين يا جماعة الخير عندنا مهمة رئيسية، خلونا نبدأ حلقتنا بالمهمة ذي. وعندنا كمان بعض المهمات الجانبية إن شاء الله كمان راح نلعبها. والله بس كنا نشوف صندوق هنا. ازيكم يا محبي دانيكا، أنا شفت الأسئلة عن مؤسسة إيميلي ماي الجديدة. مين دول؟ بيعملوا ايه؟ طيب بشكل عام ده شكل جديد لأوزبورن، ما بنحبهاش انا عارفه، لكن الرجل المسؤول هاري أوزبورن عنده ممثل محترم، على الاقل عين حد من افضل علماء النحل بالنسبه لي، وحد متمرس جدا طبعا دكتور ام يونغ، اول الخبراء في التراب انهيار. كمان من عازف الجيتار الشاطرين لو انتم متابعين على السوشيال ميديا. أوزبورن الشاب مؤسستك وراها شغل كتير قوي تعمله عشان تصلح طبعا اللي عمله والدك، لكن لحد دلوقتي بدأت كويس. ما تنساش تدفع الإيجار الأول، أو مثلا تحجيب شيكتك كاعتراض، أيا كان. شكرا، سلام. بلا ثوالي يا جماعة آخر المهارة الجديدة اللي جبتها، والله ما أدري كيف تسويها، قاعد أحاول أسويها. يا المفروض لهم الاثنين ها؟ يقول لي خلال التحليق استمر في الضغط باستمرار على ار2. والله قاعد اضغط باستمرار، هو على اساس اضغط باستمرار على ار2 لا تفلت ار2 قصدهم. خلال التحليق يقول لي هذه بس خليني اشوفها على السريع. والله مهارات مره جميله صراحه باللعبه دي. اعتقد قصدهم كذا خلال التحليق، والله ما ادري، مع الوقت ان شاء الله راح اعرف. المهم المهم يا جماعه الخير، خلونا ال لا 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 الجريمه دي اللي هنا يا جماعه. اربط الاعداء بالشباك على السطح، اعتقد قصدهم. ما كنتش بتطفل. لا اشياء جانبيه مو لازم تسويها. اخر ما
نفس. حلو حلو، معنا مالز كبر. يلا بينا. ايه الحكاية؟ اثنين سبايدر مان مش كفاية؟ والله دوبي سويتها ما ادري كيف والله. حلو حلو، سوينا اثنين كفو، سوينا كل شيء. يا خبر، انا كنت فاكر اني اخسر بالشكل ده. الغرور يهزمنا. والله جميل لبسه مالز، شوفوا كيف. عارفين ليش يشروا كذا على بعض؟ اعتقد هذه ميم. بس والله ما والله كني شفتها قبل كذا، بس ما ادري والله. بس انا سمعت يقول لك انها ميم السبايدر مان زي كذا. فالمهم يا اخوان، الحين عندنا مهمة رئيسية، ابحث في الجسر. مش شايف أي أشرار، يمكن مايلز وجانكي فهموا غلط؟ أهلاً، أنا عند الكوبري، بس مفيش أثر لقرصنة السفاري الغامضين. مش ممكن، كنا واثقين إنهم هناك. أنا آسف تعبتك على الفاضي. مش مشكلة، هنلاقيهم. زبالة؟ يو بقى. ماشي. وإلي الصيدين. اوكي كذا نضم معاهم. الحشرة. معقولة؟ لا بجد؟ ازاي زعيمك ابو فروي وصل للتقنيات دي؟ الصياد الشاطر هو اللي يعرف يموت. كان ممكن تقول ما اعرفش وخلاص. فيه اوكي، جت فيه. بس والله لسه كثيرين على الطيف. فيني ذي والله ما ادري كيف، بس جات فيني. قول الحقيقه، زعيمك خطف لي وجارجن لفين؟ المجرمين مش بعاد بيستمتعوا بحريتهم. كلامك ده ما يطمنش. والله الطائرات هذه صراحه جدا قويه. او هذا اللي استلمني ده. اي والله اجيبها كده. الحلقة الماضية يا جماعة تغرقوا الصحة. والله دولي أهم شيء لازم يموتوا. الساتر. خلي بالكم. هتنقل. اسحب في الطريق. إن شاء الله الأخير ذا. أو دائما يشردوا، شوفوا كيف نظامهم دائما يشردوا ويقعدوا يطلقوا عليك من بعيد. ف الله ياخذ مني العلم، اول شيء تبغى تقتل هذول اللي يطلقوا عليك من بعيد. محتاجة مساعدة. لو تشوفوا كمان يا جماعة اخر العداد حق التركيز صار اثنين دحين عندي. عارفين الحلقة الماضية فتحت مهارة خلتها اثنين. هبص في المكان. فدحين يقول لي افحص المعدات. ايه اللي موجود هنا؟ يمكن ده يوصلني لاي حاجة. تمام يا عطفور. واضح لازم الحقوه. وصلوني لمخبأكم. هتوحشني المطاردات دي لما اوصل ايميلي ماي. الادرينالين والتنطيط في المدينة زي الملاهي عمره ما بيزهق. هشتغل في العلوم بجد وهقبض كمان. أنا مش مصدق أخيرا نجح، لقيت وظيفة ثابتة. خلاص اهدى يا باركر، ابقى أسرح في كومة العلوم دي بعدين، ده وقت المطاردة. أوعى تقدم بسوت المهارة الجديدة اللي فتحتها. أو ممكن يطلق عليك كمان. يلا طيب، سلاح كارو مغناطيسي وشغال فعلا.
والله لعبة جميلة إلى الآن يا جماعة الخير. أكيد أكيد راح تكون أجمل لعبة سبايدر مان. كل شيء فيها جميل صراحة، يعني لسه عارف احنا تقريبا بالبداية. على حسب علمي راح يجي وقت تشوف فينوم يا جماعة الخير، تخيلوا لسه ما شفناه. فوق فوق ومش هتقدر تفلت. لا 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 تقنية تخفي حلوة. ينفع بص تحت القناع؟ اعتبر ضرب. والله جدا جميلة البدلة الكلاسيكية. في زين تخفي. أتمنى لو أقدر أخلي بدلتي تحدد تردداتهم المرئية. احسلوا حالا. يعني مش شايف زعيمكو هنا، مستخبي فين؟ عاوز اتكلم معاه عن اختياراته في الحياة. روح يبدعوا بالقتال صراحة يا جماعة الخير، يعني الواحد سألني قال افضل شيء عندك عبدالعزيز باللعبة دي الى الان قتال جدا جميل والله. عارفين مو مرة صعب كمان، يعني من بداية اللعبة بس ما تسيبك مرة واحدة. فين زعيمكو؟ بحيث يبحث عن المزيد من المعلومات. مزيد من المعلومات. اوكي هنا العلم. روبوت تاني؟ ممكن اجرب عليه حاجة. ماشي خلينا نشوف. معلش يا غالية الوضع غريب عليا قوي زيك بالظبط. المفروض يبقى ايوه. اوه هو ده بيتك؟ عشان خاطري سيبيني. يلا اشترتش تذكرة للرحلة دي. هبعت الموقع ده لام جي. جايز تقدر تدور على سجلات للمبنى. هنروح فين دلوقتي؟ اتبع بيانات الموقع. عارفين والله عجبني القدرات، عجبني البدلة دي حقت الطيران، يعني كل شيء جميل بالجزء الماضي جابوه وحطوه بالجزء ذا وطوروه كمان. اكيد اكيد. اهلا يا ام جي، وصلت البيانات الموقع اللي بعته لك؟ ايوه ده سوق اكل قديم، صاحبه مات من سنة والمبنى اتباع من كام اسبوع. ثانية، المشترين شركة وهمية بيستولوا على ممتلكات في كل حتة في المدينة، يعني تقريباً كل عماير المدينة. حاولت أعمل قصة عنهم بس أثارهم بتختفي. أي حد اتكلمت معاه في الموضوع اختفى. اعملوا أي حاجة مفيدة، إحنا قربنا نمشي. مين الناس دول؟ أنا هعرف. بالتوفيق. من بداية اللعبة يا جماعة الخير ما سويت أي ستيل. عرفين يعني أقتل الأعداء بالصمت كده. مخابئهم كلها جاهزة والاتصالات تمام، احنا مستعدين. يا جمال المدينة اللي هنستطيع. اوكي سينتبه لهجوم على الاعداء في وجود رموز الخطر الاعداء القريبين. بس ما ادري ما اقدر اصيدهم الاثنين. لازم اسحب واحد لبعيد. اوكي استدرج الاعداء من خلال طاقة شباك على الاسطح والاجسام القريبة لتسبب في تشتيت. والله من بداية اللعبة كنت أحاول أسوي النظام ذا. سمعت حاجة. بس واضح اللعبة يعني كانت الحين تبغى نستخدم. أوكي يقول لك كمان حلو حلو. عارفين يعني في وقت معين يعني اللعبة ما تبغاك على طول تسوي كذا. خلصت بسرعة، لقيت أي حاجة؟ عرفت حاجتين. المجموعة المسلحة دي مسميين نفسهم صيادين وبيتكلموا بلهجات كتير. مرتزقة دوليين؟ ده اللي بفكر فيه. الاتصال جايز تفيد مقالاتك على الصفحة الأولى. أنا بكتبها دلوقتي. شكرا. أوه وبمناسبة الكلام عن الشغل أنا قبلت عرض هائل. دي حاجة حلوة جدا، لازم نحتفل بعد ما تخلص شغلك اللي بتعمله. أكيد نتكلم قريب. بتنفيذ إطاحة خلينا نشوف. ودي معدات كتيرة كأنهم بيجهزوا الحرب.
والله مره جميله مهمه الان. واضح اللعبه على فكره تبغى ناخذ المهمه دي كذا من غير ما يسمعوني. في مخبئين مش بيردوا وحد شاف العنكبوت في مخبئ. اوكي هذا واضح لو شافنا مشكله. جهزوا الوحوش. امرك كريفن. اوكي قول لي امن كريفن هو ده زعيمهم. بس ما ادري ليه ما اقدر اقطع عليه. هو في اكثر من واحد هنا. هذا يقول لي امن خلاص روح. بدور على الصيادين المخالفين في الحدائق وبعذبهم. الزعماء بتوعي. اه والله ما ابغى اسوي كذا اقسم بالله. سبايدر مان هنا فوق. والله كنت ابغى اطلق على ذي يا جماعة الخير. ما ادري انت شايفين الا والله شايفينك والله. حاسبوا شباكوا. ان شاء الله قدام اعرف راح ادخل اسلوب كذا القتل بالصمت ان شاء الله بشكل افضل. والله انا كنت قاعد اضغط بربع ما ادري ليه ما كنت قادر يعني اقطع عليه. خلصت من الكل الحمد لله. دلوقتي بيجهزوا الايه؟ نشوف ايش عندهم هنا. فتش المحطه الامنيه. اهلا. فيديو كاميرات المراقبه من المخبأ اللي لسه كنت فيه باين عندهم منها تاني في كل المدينه. هبعت ده الجاي هيساعدني نحدد مكانها. ايه اللي بيصطادوا كريفن وليه؟ توغل في القاعده يقول لي عاوزاهم جعانين. فاللي يتكلم عليه ذا جريج عارفين زعيمهم قد شفناه قبل كذا يا جماعة الخير. شكلك جعانة برضو. يعني ما واجهناه بس شفناه كذا بالحلقة الأولى كذا عرض. جديد أول مرة يعني عارفين يعني عدو جديد. آه عشاني؟ ما كانش في داعي. ده قوي ومرن كمان. يا ترى جميل. جه وقت ان اجرب لعبتي الجديده اللي لسه بتلمع. استخدم خيط الشبكه والمخابئ الباقيه محمية. القضاء على الصياد خيط الشبكه. طيارات الاقلاع العمودي ومتتبعات كذا. والله مره شيء حلو. والله في لعبه كان فيها كذا صراحه بس نسيها. فاضل لنا شويه شحنات لازم اعمل الواجب مع النط. والله مره شيء جميل. متجهزين احسن من معظم الجيوش. كريفن ده اكيد غني او عنده معارف او الاثنين. اوكي هذا عامل مدنا صيده. بس اقدر استخدم خيط الشبكه كذا يا جماعة الخير. اوكي اوكي تقدر ليه ما تقدر؟ بس قرب منه. حلو حلو هذا اول واحد وصدنا. اوكي اوكي والله مرة شيء جميل انه خيط الشبكة ده بدك تستخدمه في مكان. ما اعتقد يشوفوه كذا فوق. ده بيوضح كثير. ايه الاصل؟ مفيش اي حد عنده قوة قده. ده مش طبيعي. ما ادري من قدر امشي زيادة. هو ما يعرفش حاجه في حياته الا الصيد. اوكي اوكي احنا نقدر. والله ما ادري كيف بس الحمد لله جيت هنا. يمكن ومدن الصيد ده. اوكي يقول لي امر. والله مره شيء حلو انه يقول لك عارفين مين اللي تحدى كريفن برا فالجوكلا. اسمه ما يستحقش حد انه يتذكر. ده انا جي كده يا سلام. والله مره شيء رهيب بس يقول لي خطر. ليه من راح يشوف لو قتلت ذي كذا الحين يقول لي امن. ده منطقي بس سنه هو السبب. اتسرع ضد الراجل الوحيد اللي عمره. وفي قنابل هنا. اقول في صيد تاني هيتحدى كريفن هنا. حد يدينا مستجدات عن الوضع. مفيش رد محتاج متابعه. ابغى نزل لها دي. خلينا نسوي كذا ايوه نكمل زي ما احنا كذا. مليت من الخيوط دي عارفين. اكيد الراحة مطلوبة. احموني انا هروح. ما فضلش الا احنا اتجمعوا مع بعض. اعرفوا ان انا هنا.
والله اعتقد كل المتبقي اثنان فقط. انزل لهم يا جماعة الخير. ايوه اسحب ذي وانزل ذا. مش اطلع ابغى انزل له انا والله كله ابغى اسوي ابغى انزل له. احب تسوي المهارة ذي صراحة رهيبة والله. انا كذا قتلناهم كلهم. طيب ان شاء الله الحمد لله. ايوه اذا كان بدنا اسحبها كذا ما اعرف كيف اشتت انتباههم. الحين خلونا نكمل عليه هنا. فشايفين العداد يا جماعة الخير حق التركيز الحين صار اثنين. معمل ابحاث؟ والله ما ادري كم اكثر شيء. عارفين بدك تجيب من عدادات التركيز وكذا. بس الحين معنا اثنين يعني مرة اكيد اضافة راح تساعدنا بشكل كبير. هذا مارتن لي ذا ولا؟ عمتي ماي كانت فخورة بشغلها فيست. لي اتمرد جامد. اتمنى ما يكونش معنى ده ان كل حاجة لمسها خربت. خلونا نشوف هنا كمان ايش فيه. دي تياري ابيتاي واحدة من اندر ظهور العالم ومستخلصها بيتمتع بخصائص طبية قوية. حاولت اجيب شوية منها من سنين عشان اتعالج من سم العقرب وما قدرتش على مصاريف السفر ل رايا تيع بتهيألي كريفن ايدر. الهلوسة غالبا دي اسوأ حاجة في سم العقرب. لو كريفن ضافها لترسانتو السم ده حق العقرب. الحلقة الاولى يا جماعة الخير يعني سمم العقرب سمم مالس وخلاه هلوس يعني من جد خلقت هلوس وكذا. كانوا بيعملوا اختبارات على الدرع ده وما فيش حتى خدش واحد. تقريبا نسخة طبق الاصل. اكيد الواحد دور على نقط الضعف. لازم تحرس بزيادة مع العقرب. لحظة واحدة. ايه اللي انا شايفه ده؟ واضح مكان سري من هنا. اهلا ام جي، عندي اسم تاني ليكي. كريفن. شكله كده زعيم الناس دي وهو هنا عشان بيصطاد حاجة. اوهوش عندنا هنا يا لطيف. ايا كان اكيد العرب وليه متورطين. عندك كنا متوقعين ان اقرب للسرعة يعني ولا تعرفي مايلز ايه اللي بيحصل؟ اعتبره حصل. خلي بالك من نفسك. ده نشيله ده. ها والله خطر. لازم اشتت انتباه واحد فيهم. ايه عدد الحرايق اللي لسه هنولعها في المدينة؟ على قد ما هنقدر. والله يا الله استغفر الله العظيم. والله هنا شكلي حجيب العيد يا جماعة الخير. فمسألة وقت وحجيب العيد. مصير الحرايق انها تحصل اصلا. الطائرة دي ما ادري فين هذا. والله ما ادري ايش اسوي فيه والله. يعني وقت عليه صراحة راح سهل علي كل شيء. شنو بدي اسوي كذا؟ تنول صيدة هنا اعتقد هذه مداني. انا كنت قلقانة من اقضي عليها. ما يبقاش جواه اي اصرار بعد ما اتحبس لمدة طويلة. بس ياه بتتلوى زي التعبين. ان شاء الله ما حد شافني باذن الله. كان المفروض اطالع انا اذا انه امن ولا لا. شو ابغى اسوي انا؟ لو خلونا نطلق هذه على هنا. بس الطائر ذا الالي والله اعتقد راح يشوفني. خلونا احاول اسحب ذا هنا. على بطل شوف ايش فيه هنا. ايوه بس لحالك تيجي مو كلكم. يا الله. ليه ما ادري اشيله دحين؟ حلو حلو مداك. رايح خمسة. كالطائر ذا اقدر اصيده. والله يثبت هنا هو.
والله المشكلة ما أدري كيف تصيد، والله ما أدري كيف تصيده. آه ما كنت قريب. المهم خلنا نطالع مين فيه هنا. وفي واحد هنا. خلنا نسوي كذا. مو ذا اللي أبغى أسويه معلش. اوكي هذا اعتقد بدنا نشيله امن. اوكي اوكي الان حلوين شلنا احنا واحد مسلح. احلام سعيده. واللي تحت ذا خلنا نسوي كذا شوف ايش راح يصير. يا لطيف والله تحت مره كثيرين. اقدر اشيله ذا. اوكي امن حلو حلو الى الان حلوين. هم راح يشوفونه متاكد مسألة وقت راح يشوفون. بس احاول قدر المستطاع اقلل عددهم. الفرد اللي هنا اختفى، فتشوا المكان. ها شافوني بس الله ياخذه. بس الحمد لله هذا 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 يا جماعه خرب تكت منه خلاص. كيف فوق ذا يخرب بيته؟ ما ادري هذه كيف فوق. سكاف كيف وصلتها؟ يا سلام اوكي. طلعين ذول الحمد لله قضيت عليهم. سلام والله مدعين الى الان كفو والله. هذا جيب العيد. وكنا جد دفعه جديده. لا والله نغطياني. ساتر هذا يا ذا. خلونا ننزل اللي هنا. اوكي اوكي هذا خلو دي كذا. والله في بيري كمان ما تقدر تسويه. شايف كيف دوبي سويته؟ مره سهل والله. عارفين نفس البيري اللي بأساس كريت تقريبا يعني مو صعب يا جماعه تاخر انك تصيد الفكة تقص البيري كذا مو صعب والله. خلونا نجيب حق الار بي جي. نجيبه كذا. يا سلام من هنا. والله اعتقد كان بدنا نعكس عليه الصاروخ بس خلاص ان شاء الله كذا نهي. حلو حلو هذا معناته الاخير والحمد لله يعني سيطرنا على الوضع. انا محتاج الاجابات بدل الاسئله دلوقتي. ماشي يا كريفن يا ترى بتدور على ايه؟ ثانية انا فاهم مطاردة العقرب وليه عشان تصيدهم بس القطة السودة حرامية. انا مش انا الطيف ده عمرك ما هتفوز بافضل عرض في البرنامج وانت والله يذكرني بالآليين اللي بلعبة هورايزن. كلب لطيف قطة روبوت. اوه اكثر من واحد يا حبيبي ثلاثة. استنام دي ما بتهزرش. يا سلام هذا اول واحد هنا. هنا اعمل ميت. اوكي فيني دي خذوا بهجت لي ضربه سوى ضرب كبير. كنت ابغى اسوي له بيري يا جماعه الخير بس والله كان سريع يخرب بيته ذا.
اخيرا لسه كنت هسال على مؤسسه السيطره على الحيوانات. اكيد اكيد قبل فزعه كمان. وما مات لسه والله ساتر. خلوا بالكم بما انك هنا دلوقتي جاوبني كيفن بيستطيع كده هم واحد استلمني الله ياخده. انت فاكر نفسك هتعيش لحد ما تساعد حد؟ تراهنيني؟ شوفوا ده ما عارف الا ما عارف ايش يسوي. يا حبيبي جت دفعه كمان. اسمع الموضوع هيبقى اسهل لو حد قال لي بس المعلومات اللي انا عاوزها. كريفن بيصطاد حلو عايش نفسي البشر ده كل اللي لازم تعرفه. اوه قصدك بيصطاد الفشل ولا المواد ده مهرجين؟ هم المهرجين. يلا في داهيه الهدف قدام عيني. اوه استخدمته اني اعالج نفسي افضل بس ما عليكم خلاص نهايته. قرروني لو دوت تجي من تحت كده وخلاص. راح القتال اتقنوا وبنفس الوقت كان والله مو صعب. عجبت كيف جوكت كنت قريب اموت وسيطرت على الوضع الحمد لله. ايه اللي كنتوا بتحموه؟ العقرب مارتن لي والقطة السوداء. كريفن ده بيعمل فريق حلو الصراحة. هو ذا كريفن يا جماعة الخير. عارفين عنده شرير جديد ما اعتقد كان موجود بالجزء الماضية. أتمنى لك رحلة سعيدة. هو ده آخر حاجة عندك؟ كانوا بيقولوا إنك قوي. تخيل خيب الأمل إيه؟ والله الطهف يا جماعة تأخر والله صاطي. سكر عقرب ده قال له سمك ده خلي لك. مش بيتحالف مع أشرار خارقين عشان عملية صيد. دول هم الفريسة فليشيا.
هو انت فين؟ انت جاهز؟ ليه؟ بتهزر، الراجل قرب يجي وبتتصفح الانترنت؟ ماما على فكرة محدش بقى بيقول تتصفح الانترنت. ممكن تغير هدومك؟ حاضر حاضر، شايف انك حطيتي روش. انتي معجبة بالشخص ده ها؟ مايلز؟ أنا آسف، بصي المرة الجاية أوعدك. مايلز بحبك. واضح دحين راح نلعب بمايلز. جميلة البدلة والله. هاي دلوقتي انا لقيت قاعدة تبع قرصنة السفاري او الصيادين زي ما بيسموا نفسهم، وعرفت اسم زعيمهم كريفن، وعرفت انه قتل العقرب وبينفذ اغتيالات على الاشرار الخارقين. لحظة، ايه انت تقصد ليه؟ معرفش، بس القايمة دي كبيرة، دول اكيد الناس اللي ماركو حذرنا منه، كانوا بيطاردوا سانت مان. مستحيل. وفليشي على القايمة كمان، القطة السودة الإكس. بالظبط، مش هتسمع كلامي لو قلتلها إنها في خطر، بس ممكن تسمع من حد ما تعرفوش. لو أم جي بعتتلك شوية عناوين أنت تقدر تخلص الموضوع ده؟ هساعدك. شكرا بجد، أنا لازم أفضي دماغي شوية، بس اتصل بيا لو حصل حاجة وهنلاقي ليه يا مايلز، أوعدك. عارفين ليه يا جماعة الخير مرت ليه؟ ليش قاعد يدوروه؟ ثاني وقت لحد اما ام جي تتصل. ايه اللي بيحصل في المنطقة؟ عشان مرت ليه يعني، عارفين انتم هو اللي قتل ابو مالز بالجزء الماضي. حد يقول لي عبد الزي حركت عليه يعني، هذا بالجزء الماضي يا جماعة الخير. المهم في صورة هنا والله ما ادري فين. هنا اوكي، الرينج ذا حق السلة اصوره، بس ما ادري ليه مرضي. اوه شكل الناس هنا ممكن اصورهم. دي مناسبة لروبي. شو اسمه يا جماعة الخير؟ خلونا اجي هنا اشوف. هذا ده مدينة نيويورك، منارة كرة السلة، اكيد انتم ممكن تلعبوها. اشوف المهمة دي على السريع. بس ما فيش زي ان الناس اللي في العمارات تتفرج واللاعبين التانيين يتعصبوا وصوت المطاط بيخبط في الاسفلت. هم علشان كده سموها لعبة المدينة. أعتقد أول مرة نشوف اللعبة بالليل، والله جدا جميلة صراحة. فالمهم عندنا مهمة جانبية هنا، بس قبل ما نجي المهمة الجانبية دي، خلونا يا جماعة الخير قلتكم نرفع لا الصحة، لا والله الصحة في كم شيء طيب هنا. يمكنك الشفاء قليل عند التفادي، مراوغة مثالية أو تنفيذ تفادي ناجح. والله رهيبة، مستحيل تغلط مع ذي. بس والله ضرر إضافي شيء جميل، 10% نسبة 10% الضرر الأساسي، مرة شيء حلو. مستحيل تغلط مع الضرر على الفيل. تحمست كلاب ولا حتى هنا أقدر، بس إيش لازم؟ قطع تقنية أو المهارات كمان. والله مالس صراحة أحس عنده مهارات أكثر من بيتر. والله جميل المهارة دي. في مهارتين، خلونا نفتح واحدة المالز، نفتح واحدة يا جماعة الخير البيتر. عادي بقدر اجي القسم ذا والله. لو هم هنا مهارات حلوة هم الاثنين، في شيء هنا يا جماعة الخير. ايوه لما تسحب السلاح تعكسه عليه، لما تطيره على فوق. اوكي انا متسوي البيري وكذا، يعني لو تبغى تلف وكذا. ايوه هذه بيمي سيئة. ايش عندنا هنا؟ يعاد شحن قدرات جزئية بعد تنفيذ مراوغة مثالية. حلو، اللي بعده مرة حلوة. فدحين اخوان مهمة هنا خل نلعبها. اوه يلا طيب والله كثيرين. وقفوه.
قول لي فين القاعدة بتاعتك. يلا وقعوا. يا ساتر والله جيش والله. كيف كل اللي فوق دول اهم شيء. الله كيف توصيت فيهم يا جماعة الخير. والله انا ما ادري انتم شو تشوفون، انا صراحة اشوف انه مالس اقوى. شوف القدرات حقته كيف، لا والله مالس اقوى يا جماعة الخير. خذوا مني العلم، ما ادري ممكن قدام بيتر يصير اقوى، بس الحين والله من اللي شايفه والله مالس اقوى صراحة. وجب لدفعة جديدة تخيلوا. حد منكم طلب تعزيزات؟ عشان دي مش جدعانة. اهم شيء اللي فوق دولي. هدف في المرمى. ما ادري كيف جات الضربة دي ولا جات. لا لا. كحق الار بي جي ذا ضروري لازم يموت. اوه ما راح احب اسوي القدرة ذي. والله بالحلقة الأولى سويت حركة، بدي كيف سويتها كي زي بريك دانس، كانت جميلة والله. كذا خلاص قتلتهم كلهم. كيف الأخير خسروا بيري. في ضربات الصفرة ما تقدر تصدها بس الحمرة تقدر. هم بيحرسوا إيه؟ اجمع معلومات عن قاعدة الصيادين. تعال يا عصفورة احكي لي قصة. حرك المؤشر العثور على مركز اتصال. ممكن اعرف منها ايه اللي مستنيني هناك؟ ايوه هذا مركز اتصال. لو عطلت المراحل ده مش هيقدروا يتصلوا بالدعم. جميل، انت كنت في مخبئين تانيين في هارلم ها؟ تملت الله الله شوف قديش. استكشف المخابئ التانية يمكن يدلوني على القاعدة. يا مايلز انا معايا شويه عناوين فيت قال انها لمخابئ القطه السوداء. انا رايح لاول واحد. شكرا انك عرفت تعمل كده. فيليشا ساعات بتقدر انها تشغل بيه. عارفه انك مشغول في مقاله الكليه. مفيش مشكله، عندي وقت دايما اكون سبايدر مان. انت زيي في التوازن بين الشغل والحياه. بتنطط عشان اخلص قصه الصيادين، يمكن احافظ على شغلي. بس انتوا يا شباب باللي حصل مع العقرب وليه والهروب. مش هركز وهو حر يا ام جي. لا ما تخليش الموضوع يسيطر عليك، الاحسن انك تركز على المهمه بتاعتك. مش بس كده، لما هواجه ليه هستخدم قوه جديده لونها ازرق وغريبه. انا مش خبيره في قوه العناكب، بس ممكن يبقى من التوتر اللي انت فيه دلوقتي مش شويه. بس انت مش لوحدك، حتى انا وبيت لسه بنحاول نتأقلم واحدة واحدة. صح؟ هنلاقيه. عارف، شكرا ام جي. عادل يا جماعة تقر كان في جريمة هنا. خد بالك مع فليشا، ما تثقش فيها ابدا مهما قالت لك. حذرها من الصيادين وخرجها من المدينة. مفهوم، انا هبلغ اول ما اوصل. شو اسم المهمة دي سوينا زي الحلقة الماضية، هذه الأخضر يا جماعة الخير عبارة عن زي النبتات كنت تجمعها. والله تديك شيء طيب صراحة. أشوف المهمات اللي عندنا. ولعب المهمة، والله نفس لعب المهمة دي يا جماعة الخير، والله نفس لعب المهمة دي. خلونا نلعب المهمة دي. أمس بعيدة والله. أيوة خلونا نلعب المهمة دي. أنا والله أبغى أسوي كل شيء أنا الرئيس جانب يعني. ناخذ صورة هنا. حلو قوي. احيانا بقلق بسبب الحاجات الفظيعة اللي بتحصل في مدينتنا. ناس بتخاف تخرج من بيوتها ويعيشوا حياتهم. بس مش النهارده. والله نفسي يا جماعة الخير يوم من الايام ازور المدينة دي نيويورك. نفسي والله صراحة. فعلا هيسيبوا علامة على حد؟ روح حقور النار دول والله سووا ضرر كبير. وقفهم يا سبايدر مان.
انتوا بتأجلوا المحتوم. والله ما له سله والله يا جماعه. تاخر دوبي الحلقه الاولى توقعت انا قلت لكم هل هو اقوى، بس والله اذا الحين اللي شايفه الا والله والله صراحه اقوى بكثير كمان. مش قادر اتحرك. ضربه ادوات اضافيه. قل قل مين اللي رش النار ده؟ يا ساتر النار بالله عبالي تسوي لك ضرر هائل. ايه ده؟ هي الناس دي جاية منين؟ سكافو سوارا مطلوب. حلقة الماضية تخيلوا قاعد تسوي مهمة جانبية شوي، شفنا شخصية من الشخصيات الرئيسية بالجزء الماضي. انا لما اقول الجزء الماضي يا جماعة خير اقصد الجزء اللي نزل عام 2018. شنو نزل الجزء 2021 مع بلاي ستيشن 5 كذا اول ما نزل، اللي هو الجزء حق مالس بوراليس، بس ما ادري كان كذا تحسه كانه اضافات. يعني ما تحسه كذا كان جزء جدا طويل. فالمهم كنا نلعب مهمة جانبية، فجأة شفنا ذيك ال والله نسيت اسمها، يونغ اظن كان اسمها، مدري وانغ والله ناسي صراحة. فالمهم شفناها يا جماعة الخير الحلقة الماضية، هي بالبداية كانت يعني بالجزء الماضي كانت عبارة عن شرطية اظن شيء زي كذا. فالحلقة الماضية شفناها والله كانت لابسة بدلة كذا على انها سوبر هيرو، ما ادري كيف والله، بس كانت على انها سوبر هيرو كذا بطل خارق كذا. فالمهمات الجانبية والله صراحة يعني لا تقل ابدا عن المهمات الرئيسية، كلها حلوة والله. انا صراحة يعني كل شيء عجبني باللعبة دي صراحة، مهمات جانبية مهمات رئيسية كل شيء. خليني بس اخذ صورة هنا على السريع. انا جاي. ايوه دي هتنفع جدا. قول اي حاجه عن وسائل التواصل الاجتماعي وانا هقول كتير برضو. ساعدت عمل تجاريه انها تفضل واقفه على رجليها هنا بعد ما كانت هتنهار من فتره طويله. والله مره شيء جميل. شوف انا حتى بالبيامه ده كده تتسلق كده في تطلق الشبك حق العنكبوت كده على السفن، شيء جميل والله. اللعبه فيها سفر سريع، بس والله ما ادري انا لو واحد قال لي عبد العزيز نصيحتك لي باللعبه دي والله لا تستخدم السفر السريع، تنقل كده مرة شيء جميل والله. حتى بدك تمشي على المويه زي كذا جوك، مرة شيء حلو. البلورة تخصني دلوقتي. هذه مطاردة أظن يا جماعة الخير، هذه مطاردة أظن، واضح إنهم أعداء بالسيارة لازم أطاردهم. بس والله ما أدري مهمتي هنا، فخلوني أروح لها. أنا متأكد إني سبت شنطة ظهري في حتة هنا. تمام. ايه والله لو انك مين كيف بالسرعة تغير كيف، مستحيل والله تحداك. اهلا مايلز، عامل ايه؟ فرصة سعيدة. مش مصدق ان استاذ اطلس قابل جانكي وهايلي. مش يمكن اخد منحه من المنح دي؟ ده طبعا لو عجبه شغلي. فهذا المفروض انه مهمه جانبيه بشوكه. والله لعبة جميلة إلى الآن، مشبعة بالمحتوى يا جماعة الخير، فيها كل شيء صراحة، كل شيء حلو. لعبة سبيدر مان موجود باللعبة دي، عارفين يعني كل شيء تبغاه من لعبة سبيدر مان موجود باللعبة دي قصدي، عارفين. أهلا. أنت نجحت. شكرا.
عايز اتكلم معاه عن برنامج الفيزياء الحاسوبيه. استلمنا بلاغ باختفاء حد من نص ساعه، ايه اللي حصل؟ ده كل حاجه وما نعرفش. راح تجيب حاجه من العربيه وهو أنا سمعت كلمتين، شخص ومفقود. أيوة في حاجة. يلا روح وإحنا هنستناك. شكرا. لازم أرحق المديرة. ابعد عن طريق الاقتراع من المدير والضابط. ما أدري كيف يعني. والله اللي يا جماعة خير، أول واحد جاب فكرة سبيدر مان يعني اللي ألف الشخصية ذي، يعني شخص مبدع صراحة. يعني كده جاب لك العنكبوت، عارفين كده، ورجل عنكبوت كده، يعني مكس رهيب والله صراحة، يعني أذكى سوبر هيرو صراحة. يعني في عندكم باتمان كمان رهيب، يعني سوبر مان كمان، بس سبيدر مان ذا بالذات كده حق واحد ذكي صراحة. الشخص المفقود روح، ما ادري فين ابغى اروح انا والله. حد مفقود محتاج اعرف. ايوه طيب، ما ادري كيف، ممكن في واحد لازم اكلمه. قل لي ابحث عن طريقه. من بدايه اللعبه يا جماعه اخر ما كنت اعرف كيف اجري، ها الحين عرفت. بارتو كل عليك اضغط بارتو، والله اتمنى تعذروني. الان عرف عبد العزيز. من هنا ممكن؟ اي والله كانه من هنا. معاك حاجة من متعلقاتها؟ أيوة، ثابت موبايلها، هو مفتوح. شوف. أيوة بقى شوية تانية. والله هي اللعبة علمتني كيف تجري بس نسيت. بيعد خطواتها من المكان اللي هي فيه. الطلاب بيعشقوا أستاذة فيرجسون، يا ريت تكون كويسة، رجعيها أرجوكي. هنعمل اللي علينا. أستاذة فيرجسون ضايعة؟ يا خبر، شكلها لسه لابسة متتبع اللياقة. يا ترى هعرف ألاقي الإشارة؟ ماشي، هشوف متتبع اللياقة ده فين. آخر مكان مينا دوسون. ابحث عن مخبأ المجرمين. هبدأ حوار من نص لكلام مع هيلي كوبر. مايلز، أستاذ أطلس لسه واصل هنا، جاي إمتى؟ يا نهار أبيض، أنا لازم ألاقي الأستاذ فيرجسون الأول، هرجع أول ما أقدر. بيوزع استمارات المنح الدراسية دلوقتي. ممكن تاخديلي واحدة؟ هعمل اللي أحسن من كده، بعتلك لينك. شكرا، بالتوفيق وتعالى بسرعة. أهلا يا مايلز. جانكي، نتكلم بعدين؟ تفتكر ينفع؟ أستاذ أطلس هنا. تمويه. قلت له إن المعرض فيه عشان شغل تطوعي، وطلب مني يكلمك في التليفون دلوقتي. يناسبك؟ شكرا يا جاكي، بس والله مره شيء جميل. اهو معاك يا استاذ اطلس، انا عارف ان لازم تلحق الطياره. جاكي اهلا. مايلز؟ ايوه. الو، انت بتوشوش؟ الوقت مش مناسب. لا اخليه ينفع، ده حظي. طيب، سمعت انك مهتم ببرنامج تقنيات الموسيقى بتاعنا. طيب عرفني عن نفسك، ايه هواياتك؟ هواياتي؟ في كثيرين هنا. أنا كنت متعود أنتج موسيقى، بس مش لاقي وقت في الفترة الأخيرة. جانكي فرجني هنا على شوية نماذج من بتوعك، جميلة، خصوصاً أغنيتك اللي اسمها مرجحة، استوحيتها منين؟ أيوة، أنا كنت بتمرجح في يوم كده وبفكر، وفجأة اللحن خطر على بالي. جميل، طيب ممكن تقولي ايه اهم حاجة عندك في الحياة؟ موجود وقت ما الناس تحتاجني، واكون صريح واستحق الثقة، شخصية يعتمد عليها. جميل جدا. واخيرا، ليه تفتكر انك هتكون اضافة هايلة لمدرستنا؟ ما بستسلمش، يهمني جدا اعمل الصح، انا عمري ما هغزلك. هايل. طيب يا مايا، شكرا على وقتك، اظن اللي سمعته كفاية. شكرا. محتاج ايميلي عشان نفضل على تواصل، او هل هذا الاخير وكذا الاخير؟
المكان ممكن يبقى احسن. ابحث عن استاذ فيرجسون في المخزن. ماشي، بما انهم بعدوا عني هشوف الاشاره هتودي لفين. انا كنت شغاله في مؤسسه ران، مش فاضي ايه او حل. بعيد ذا على بالي هنا. الإشارة هتوديني المتتبع الأستاذة فيرجسون. اي والله ما ادري ليش او لازم تكتر الاخير مبرمج لحول. والله قوة الله بالله، والله كعبالي مو مهم. فين البطل ذا؟ كيف تطلعوا ذا؟ لو عايز الاقي أستاذة فيرجسون لازم امشي ورا الإشارة دي. انا داري لازم تمشي ورا الإشارة بس. هو انت فاكرة ان دي لعبة؟ لمين؟ هي لقيتها الازاز ده شكله كده بيتكسر. هي هنا. اوكي معلش، كان على بالي انه ايه الخطوة الثانية انكم تفتحوا. الله كان على بالي بعيدة. ما تقلقيش، انت كويسة؟ انا كويسة، بس مين الناس دي؟ عرفوا منين اني اشتغلت فريند؟ نبقى نشوف عرفوا منين لما نخلص من اللي احنا فيه ده. يلا نطلع في العنكبوت، هتموت يا سبايدر مان، هنوصل لها. استخبى، انا هتصرف معاهم. يا سلام، تعالوا كذا. رهيب مالز والله. صار في اللعبة تجبرك، يعني ما تقدر يعني مالز تخلص في اللعبة كاملة، فاهمين علي؟ ودفع جديدة ومعه واحد ضخم كمان. انت بتبوظ عمليتي يا عنكبوت يا تافه. عمليتك دي عبارة عن خط، يبقى ازاي اسيبها تعدي؟ عارف الضخم ده نظام تسيلو بيري بس. تسيلو بيري وخلاص، او تديله من الضربات دي. انت قضيت عليهم لوحدك؟ ده شغلي بالظبط. جاهزه نمشي؟ هو انت فعلا هتشيلني؟ اكيد، انا شلت ناس قبل كده. لو اكدت لي باللفظ باني لو رجعت عليك مش هترفع عليا قضيه. تقدري تعتبريه تاكيد، بس هعرف صاحبي الاول. جميله صراحه المهمه الى الان. والله لو تقول لي مهمه رئيسيه راح اصدق. بفضل سبايدر مان، مدرستنا العزيزة أستاذة فيرجسون رجعت لينا بخير وسلامة. وللتعبير عن امتناننا، يشرفني أني أعلن أن سبايدر مان هو البطل الرسمي لبروكلين فيجنز. مرحب بيك دايما هنا يا سبايدر مان. شكرا. ودلوقتي نرجع للساحة، عندنا عرض للروبوتات لازم نعمله. مفيش وقت. أهلا مايلز، أنا مقدر إنك خصصت وقتك للمقابلة، بس الحقيقة إحنا مشغولين بحاجة أكتر أهمية. أستاذ سينكلير قال عنك كلام كويس، والمديرة كمان. خلينا نعمل ده صح ونتقابل الأسبوع ده في حرم الجامعة أنا وإنت. في طلبات ظهرت على التطبيق في حرم بي في، فكلمتك على طول. يا سلام، مستوى كام؟ 12. حلو حلو، أشوف يا جماعة الخير إيش عندنا هنا. والله الضرر كمان تزودته، ابدا ما راح تغلط. راح نزيد زياده سرعة 120 على فكره، مستحيل تغلط. بدت انه ما شاء الله معايا كل شيء، مع عملات البطل 2 من 2. والله ما ادري متى جبتها. عارفين معايا من قطع التقنيه كمان بما فيه الكفايه. ايش عندنا هنا؟ يزداد الطرد يلحق بالاعداء في الهواء. النجاح في تنفيذ تفادي لهجوم عدو يعيد شحن القدرات جزئيا. والله مره شيء جميل.
مرة شيء جميل صراحة. هنا التركيز مدى نظيف، يزداد التركيز الذي يتمنح القدرات 10%. الأعداء الذين تم اكتشافه باستخدام أريتري المسح يتم تمييزهم تلقائيا. لا أبغى شيء مع الوقت يزود لي التركيز، حكون شيء رهيب صراحة. الصحة كمان، ايوه راح أوفر صراحة للصحة. هنا التفادي والتفادي الناجح زود الصحة. هنا والله ما أدري ايش الاجتياز القسم ذا، انزلق لفترة أطول مع أجنحة الشبكة. أضغط أضف تعزيزا قوي للاندفاع الجوي بما يدفعك أكثر عندما تضغط على إكس. دفاع الجوي والله ما أدري، هذه ما أحسها صراحة الشجرة جدا مهمة. الأدوات هنا والله ممكن، والله ممكن أقوي الأدوات هنا، أدوات أستخدمها كثير أنا. وما أجيب دي أقضي على جميع الأعداء بانفجار مدوي. الله الله والله مرة حلوة. R1 زي الدائرة هذه ما أدري إيش تطلع، بس واضح إنها رهيبة. كيف والله جبنا قدرة جديدة، مهارات معك مهارة واحدة. وخلنا نجيب البيتر، بيتر أحسه صراحة يعني لازم نقوي أكثر. مارز ما شاء الله جدا قوي، ما أدري ليش ما أقدر أجي القسم ده، والله ما أدري ليش يعني. بيتر ما أدري ليه أحس مهاراته قليلة، بس والله أعتقد قدام راح تجيله أشياء مجنونة، خذه مني العلم. فخلونا نحاول نقوي بيتر كمان، يعني نفتح له مهارة دي الأخيرة دي. كيف تصد ضربات وسط العنكبوت؟ الآن نفضل مكهرب أن يسحق الأعداء المحاصرين في منطقة التأثير. تجيبهم كلهم، حلو حلو مرة شيء جميل صراحة. أنا قدرات تبغى تنوع وكذا. والله أعتقد بيتر راح تجيله أشياء قوية قدام، خذه مني العلم. بدلاته كان، أوه البدلة دي عارفينها، البدلة دي كان في جزء من أجزاء سبايدر مان كي تلعب بالبدلة دي فقط. مرة شيء حلو إنهم حطوها هنا. خلينا نشوف الأشياء الجديدة جات المالس. أوه حلوة دي، هذا كان موجود بالجزء الماضي كان، والله مرة حلو اللبس ذا. مرة شيء جميل صراحة، والله التنوع بالهذا مرة جميل صراحة. فالمهم يا جماعة الخير كده وصلنا لنهاية حلقتنا. وشوف المهمات الكثيرة اللي جات هنا، شوف في عندك هنا. معقول هذه كلها مهمات؟ ليه بس طبعا خلينا نشوف كذا. لا والله حفلة الترحيب، ساعد صديقه في دعوة حفلة الترحيب يا جماعة الخير. والله في مهمات كثير ما شاء الله. الحلقة القادمة هذه نفس العب العب لري على السطح. الحلقة القادمة ان شاء الله على بداية راح نلعب المهمة دي، بعدين كمان راح نلعب المهمة دي. اتخذ قراراتك. والله كلها صراحة المهمات يعني جميلة. فان شاء الله الحلقة القادمة راح نكمل كذا، وصلنا الى نهاية حلقتنا الثالثة. اتمنى انه الحلقة لا تعجبكم، وانا ان شاء الله اشوفكم في الحلقات القادمة في امان الله.